اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تعقد اجتماعها الدوري حول موضوع إعلان مراكش لمحاربة العنف ضد النساء بين التنزيل والتطبيق بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء. هناك نيابة عامة داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قمنا بإعادة هيكلة فضاء خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف داخل هذه المحكمة، وذلك بتفعيل قاعة الاستقبال لهذه الفئة، تنظيم الولوج لهذه الفئة، وذلك بالدخول عبر ممر خاص مباشرة إلى الخلية المكلفة بالعنف ضد النساء. شكل اللقاء فرصة لتتبع وتقييم حصيلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات في تنزيل التزاماتها ضمن إعلان مراكش. حصيلة جدا إيجابية اللي لقات استحسان السيد الوكيل العام والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الجهوية، بحيث كل مؤشرات يعني محاربة العنف وخاصة العنف ضد التلميذات بالأكاديمية الجهوية عرفت تقلص. محاربة العنف ضد النساء مسؤولية الجميع، دعوة صدرت عن حضور النسخة الثانية من الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل العمل على استئصال الآفة من جذورها والمساهمة في تأمين سلامة الأسرة والمجتمع.